لم يتوقع برشلونة أن تتاح له فرصة الاقتراب كثيرا من أهدافه المحلية حتى قبل عودة دوري أبطال أوروبا، فالليغا لا تحمل جديدا يذكر مع مرور الأسابيع، وكأس الملك وصلت محطة المربع الذهبي. البارسا يستقبل فاليسيا بفكرة وضع قدم في النهائي الخامس تواليا، وهنا المرآة بالنسبة لميسي ورفاقه قد تكون ملخصة فيما حدث قبل موسمين عندما احتفل البيت الكتالوني بسباعية في مرمى الخفافيش خلال ذهاب الدور نصف النهائي. الآن تختلف الكثير من المشاهد والوضعيات، ويبقى إرنستو مالفيردي كعادته حذرا ومحترما لخصمه. الفوز بسباعية لا يعتبر نتيجة عادية في مباراة للدرجة الأولى. فاليسيا حينها كان يعيش وضعية صعبة، لكن مباراة هذا الخميس ستكون مختلفة وهذا أمر واضح. في برشلونة كثيرة هي الصور التي يبرزها النادي من أجل التفاؤل بالمستقبل القريب، وفي صفوف فاليسيا عالية هي الطموحات التي تحيط بفريق وجد في مارسيلينو خير قائد لمحاولة تحقيق الأهداف رغم بعض التعثرات، وآخرها أمام ريال مدريد. ثالث الليغا يزور الكامب نو بغيابات وازنة، جيدس وموريو وكوندوغبيا وغاراي كلهم سيتخلفون عن موقعة الخميس. عندما أجريت القرعة لم نكن محظوظين ووقعنا في مواجهة أصعب فريق ممكن، فبرشلونة ربما هو الأفضل حاليا في أوروبا. انطلاقا من هنا جاءت ظرفية ثانية، وهي أننا لن نصل إلى الدور نصف النهائي بالشكل الذي نريده وبجاهزية كامل عناصرنا. انتهت سوق الانتقالات بالنسبة لبرشلونة، والآن إرنستو مالفيردي سعيد بمجموعته بعد صيف معقد بكل معنى الكلمة. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة.